هنا كمان رح تعملنا عمل يدوي جميل. صباح الخير ست منى. ست منى ما بعرف اليوم انت جايبه شغلات اطفال، فنحن حابين نعرف شو رح تعملي لنا اليوم. جبنا ستاند من السوق موجود هذا، بس غالبا بيه ورد. اليوم رح اغير، رح اخلي ورد بس ناعم، بس اخلي بيه العاب اطفال. رح تتغير الفكره. اوكي رح ابلش اشتغل. تفضلي. يعني هذا موجود بالسوق بدون شيء؟ أيوه. يعني بدون اي الستاند هذا موجود، اكو يعني خلين ورد تقدرين تشتريه، يعني هيك انت فارغ، يعني انت تشكلين بيه. يعني هذا اشتغلته، هسه راح اشتغل لكم واحد ثاني. هلا هي انه حطيتي فيها الورد وكمان لعب الاطفال، هذا شو يعني نعتبره منظر؟ يعني هو زينه، زينة أو تنسيق لغرفة الأطفال. تنسيق لغرفة الأطفال بشكل ثاني، يعني مختلف عن الورد. طيب هلأ أنه مثلا في عندي وحدة فيها بس اللعب، وهون حطيتي أنت فيها الورد. أي. يعني أنه شو ضاف؟ ضاف فكرة ثانية مختلفة يعني عن الورد العادي. يعني كنا لما نشتغل نضيف ورد هنا، بس هالمرة ويا هاي الستاند أو العربانة الحلوة خلينا لهم هاي اللعبات. يعني الالوان اضافت هيك جماليه اكثر للستاند، وفكره مختلفه وغريبه تطلع احلى. تمام. هلا هي خاصه اكثر شيء اتوقع لغرفه البنات، يمكن اكثر شيء لغرفه البنات. لغرفه البنات. هلا الستاند الثالث شو رح تعملي فيه؟ الثاني راح اشتغل نفسه قريبه للفكره مالته، بس بالدببه الصغار. تمام. للولد نقدر نشتغل بالسيارات الصغيره. طيب السيارات يعني اذا اشتغلنا للاولاد شو راح نحط فيها يعني مثلا؟ نقدر هسه يعني مثلا الورد يصير انعم. ما بيلعبوا لا بالالعاب لا باللعب البنات ولا بالدببه، يعني راح يخربوهم الاولاد، ما يخلوهم المكان. بس يحبوا السيارات. ايوه يحبوا السيارات، بس راح نخلي الورد ناعم يعني اصغر. انعم هسه. طيب الوان غرف البنات ست منى، انه اكثر الالوان اللي غرف البنات هي اللون الزهري او هيك شيء بيستخدموه، بس الولد يعني انه مثلا في حال كان غرفه الولد انه شو راح يستخدموا؟ ازرق فيه؟ ازرق يخلون. بس عادي تقدرين تضيفين انت، ما دام يعني هي كتحفه تقدرين تضيفين الوان بيها عادي يعني. هو هم لازم اكو في التنسيق وياهم. يعني قصدي هيك ورد ناعم نقدر نخلي السيارات مالتهم الصغيره. اي فكره خاصه بالولد، بالولد العفو، ومو شرط للسيارات يعني. بس هو انه يعني اكثر شيء غرف البنات بتكون يعني دائما هيك مزينه واحلى. هم ما يخلوها، يلعبون بيها. صح. يحبون الاشياء اللي خاصه بيهم اكثر. البنيه تحب هاي السوالف. هلا ما في مثلا، مو مثلا ست البيت ما تعمل، انه تعلم البنت هي اللي تعمل هذا الشيء، لانه شيء بسيط كثير وسهل. انه في كمان البنت قد ما يعني كان عمرها فوق العشر سنين اتوقع رح تعرف انه تتقن شوي شوي هيك، رح تقدر ايه تشتغلها وتضيف الالوان اللي بدها اياها وتضيف اللعب اللي بدها اياه. ايه هي بس فكره انا جبته، الاضافه يعني تقدرين اي شيء تغيرين. يعني لقيتها بالسوق هيك وبيها ورد، بس حبيت اخلي هاي الفكره غريبه تطلع هي مختلفة. بس كان فيها ورد انت اضفتي عليها مثلا الالعاب والالوان الثانيه. ايه يعني جتني هيك فكره تكون مناسبه لغرف الاطفال، لان بما انه الستاند خاص بغرفهم راح يطلع احلى. صح. هم اكثر شيء البنات يلعبوا بهاي العربانة الصغيرة، إذا كانت لعبات خليهم بها، إذا شوفيهم أكو شوية لعبات أو هي العربانة ويلعبون بها. هي بالعادة البنات الصغار بيلعبوا بهيك عربانات، بيحطوا اللعبة فيها وبيلعبوا إنه بشكل طبيعي مو إنه كزينة. إي بس هاي العربانة الصغيرة كلش لا، هاي مال ورد، هاي مال الورد مال زينة يعني تقريبا. فينا نقول وبغرفهم راح تطلع احلى.
طبعا انت هون عم بتنسقي الالوان على الستاند ولا كيف انه؟ ايه يعني دخلي الالوان وده غير الفكره عن هاي الورد مالتها طالع اكثر هنا راح اخليه بهذا الشكل. طيب ست منى تنسيق الالوان مو على اساس انه يكون لازم يكون قريب من ديكور الغرفه تقريبا الوان الغرفه؟ اي طبعا بس الوردي وهاي الالوان الباقيه موجوده حتى اذا ما كانت موجوده بالاصباغ مال الغرفه مالتهم. هسه هنا انا تقريبا خلصت الورد خليته وقلنا بهذا الشكل اللي يناسب. هالمره جبت هاي الدباديب الصغيره وهنا العابات اقدر استعمل هاي اللي قصيناها هنا بذيك الحلقه اذا ما توفر هذا في هاي. شو هاي شو فينا العيدان مالت الشوي مالت التكل؟ اها هاي نستعملها هنا. انا استعملتها اذا ما توفرت هاي نفسها القديمه اللي عندنا. هاي وين بتنحط؟ بأي زاوية من غرف الأطفال فينا نحطها؟ بتقدرين على الميز التواليت مالتهم أو على الميز اللي بجانب القريولة مالتهم أو بالزاوية إنه مثلا فينا نحط بزاوية؟ إيه إذا اشتغلت اثنين يصير من يم القريولات اثنين هن وإذا بس واحدة على الميز التواليت مالتهم. بس نصبر شوية عليها تنشف. أنا قصدي استعملت هاي حتى مثلا إذا ماكو هذا ما موجود نقدر ناخذ من الموجود عندنا يعني. إي وهذا يفيدنا إنه من ذبة. تمام حتى لونه أحلى يمكن من لون الأبيض الثاني. هو مال الورد اشتغل هو صح هو إنه غصن مال الورد لونه أخضر فأحلى من الثاني. نقدر نزغر بيه على نفس القياس نفس الطول. ايه نقدر ونقدر لا نسوي متدرج مثل هنا حسب يعني شو بتحب ست البيت او حسب هي الفكره مالتها. الفكره هسه هنا خلينا الوردي نحفلي هذا قريب للخط اللي بيها. سهله وبسيطه وما تاخذ وقت بس المهم هي الفكره غريبه يعني ما معيوده. هي سهلة صح وبسيطة وما بدها كثير من الوقت ما بدها غير يعني ربع ساعة دقايق. ايه تمام هي والاشياء موجودة متوفرة بالسوق. هاي كلش رخيصة موجودة. اكيد يعني نحن اذا اشترينا هاي المواد بتكون ارخص اذا اشتريناها جاهز كانت ايه. جاهزة هيك. واذا نحن طبعا نحن بنعملها بايدنا اكيد انه بتكون احلى حسب اضافات احلى إيه؟ يعني مثل سهل الاضافه تختلف عن هاي يعني فكره كذا تجيبين غريبه. نقدر استعمل هاي او هاللون هذا يصير واضح اكثر. هي بتنلزق فورا ست منى؟ ايه ثواني بس هي راح تلزق فورا لانه ما بتحتاج وقت كثير. لا ما تحتاج وقت كثير. هلا هيك صاروا ثلاثة نقدر نضيف لهم بعد اكثر بس اتصور هيك شي كافي يعني بعد دباديب او لعابات اكثر. هلا هذا ستاند الثاني، ستاند الثالث شو رح تعملي فيه ست؟ لا ستاند الثالث هو كان هاي اللي عندنا اللي جبناهم نقدر انه بس نرتبهم بيها. هيك يعني انه بتصير الفكرة هون مختلفة. اي يعني اذا عندنا من هاي همين اكو موجودة نقدر بس نرتبهم بهالطريقة هاي. مجرد ترتيب. مجرد ترتيب ونخليها يعني جنب فد لعابة عندهم كبيرة.
إيه فرح تصير الفكرة حلوة بها. لهيك ستاند الثاني كمان صار جاهز. إيه وها رح توضحها بعد أكثر إذا خلينا هيك شي خامات جواها. هلا الستاند الثالث هيك بيكون ما في داعي لل إيه إذا ما عدنا نخليه بس بهذا الشكل رح يبين ويانا. طيب شكرا لك ست منى. عفوا حبيبتي. شكرا على هاي الفكرة بسيطة وسريعة. شكرا لك. عفوا حبيبتي.